طيب المسألة ديال الممارسة ديال الزوج للعادة السرية ممكن تدخل في إطار الخيانة للمرأة لمراته؟ لا ما يمكنش تدخل في نطاق الخيانه حيت ما كاينش الذات ما كاين با انكور دونك مع راسو غادي تيخونها مع راسو. ولكن تخيلات ممكن يتخيل شي سيده اخرى هو كان كيبغيها شحال هذا ولا يتفرج في فيلم ديال بورنوغرافي ويتخيل مراته هي ديك السيده اللي كان كيشوف دونك تيخونها هي ولكن تبقى داكشي في المخيله ديالو ما كاينه حتى شي حاجه غير كونكري ما غاديش تدخل لدماغه ونمشيو بعيد على او مومون دو لاكت بين الرجل والمراه قدام كلشي تيتخيل ليا يا دي فانتازم حنا نقولوهم كلشي تتخيل شي حاجه واحده اخرى دونك علاش غتحس بها خيانه ما تحسبهاش خيانه خيانه هي اللي لقاتو مع مرا اخرى هذيك اللي غادي تسمى خيانة ولكن مع ذاته مع نفسه ماشي خيانه. طيب اذا مشاهدينا مازال راجع لكم مازال عندنا محاور كثيره معكم طبعا غادي نناقشوها فناخذ فاصل قصير ونرجعوا دائما باش نواصلوا معكم خليكم معنا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا مازال مواصلين معكم شريك حياتي على شوف تي في والموضوع ديالنا اليوم هو العاده السريه من بعد الزواج. فتكلمنا على العاده السريه عند الزوج وتكلمنا على الاسباب ديال طبيعه الحال. دابا غادي نمشيو للعاده السريه عند الزوجه لما كتصبح الزوجه وسده ما قدرتش توصل للنشوه الجنسيه اللي هي باغياها وحنا كنتكلموا على غريزه ربانيه. طيب نبغوا نعرفوا شنو هي الدوافع اللي كتخلي المراه تمارس على السريه من بعد الزواج. من بعد الزواج حتى تكون حتى هي كراجل اللي مارستها من قبل في واحد السن معين دونك تتولي حتى هي مدمنه على هذه العاده السريه اللي تخليها تبقى تمارسها هو ان ما تتشبعش الرغبه ديالها الجنسيه مع راجل خصوصا انها ما نساوهاش انها المراه خلاف الرجل تستعمل شي حوايج آلات ولا فهمتي شي حوايج اللي ما تيديروش هو الراجل دونك تتقدر بهذا الشكل هذا داك الشيء داك المواد او داك كيفاش غادي نسميوهم الادوات اللي تتستعمل ما تعطيوهاش لو ميم بليزير كو مع راجلها دونك تتستمر في هذاك الحال وما تبقاش هو كاع معمر لها. طيب الزوج لما يكتشف هذه المساله هذه كيفاش خصو يتعامل معها؟ حنا قلنا الزوجه انها غادا تعاونه هو كيفاش يتعامل مع الزوجه؟ غادا تعاون الزوجه اذا كانت واعيه قلت لك اذا كانت واعيه وشاده في راجلها وبغات راجلها بخلاف الا ما كانتش واعيه غتقدر تطلب الطلاق تو سامبلومون تقول لها كل واحد يشطر الحقها الراجل لا ميم شوز اذا كان واعي وعنده واحد 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 اون سيغتان ماتوريتي غيقدر يتقبل الوضع الا درس عليه ولا بحث ولا شاف بانه شيء عادي بالنسبه لبعض الاشخاص يقدر ولا كان باغي مراته غادي يبحث وغادي يحاول يعالجها يمشي معها عند البسيكولوج ولا يا دا ميدسان سيكسولوج غادي يقدر يتعاون معها بخلاف الا كان ما هو اناني في هذه الحاله الا كان اناني وعجبو راسو غادي يقول مع راسو علاش زعما ما يمكنش انا ما غاديش نلبي لها الرغبه وباقا تتمارس هذاك الشيء دونك يقدر في هذه الحاله يوصل معها للطلاق. نعم. طيب الزوج او الزوجه كيفاش ممكن انه هو كيخبي كيمارس او لا كتمارس على سيريا ما كتخبي كيفاش نعرفوا انه كيمارس وحنا ما ظهرش لينا وايكفيك من تسميتها تفهمي هي العادة السرية راه سرية بحال راه سي ان اكت سكري دونك الا تفضح هو راه ماشي حتى واحد ما تيديرو اون بوبليك حتى واحد ما تيديرو قدام كلشي فهمتي الا تفضح يقدر انا قلت لك مثلا الراجل يبوح لمراته بلا ما يوريها غير يقول لها حيت ما يقدرش في جميع الحالات المرأة كذلك دونك الا تفضح الامر بلا ما تكون هي عالمه وعرفات القضيه انا قلت لك خاصها تاخذها بالتي هي احسن تحاول تعالجو تحاول تفهم تحاول تعرف علاش من امتى دونك دخل معاه فشي تفاصيل وخاصو هو تا هو يكون اوفير يقول ليها شنو واقع لا ميم شوز بوغ لا فام الا كانت لا فام تفضحات هاد القضيه ديال السكريت بينها وبين راسها وتفضحات واحد النهار تكون حتى هي اوفير ديسبري وتعاود تقول راجلها الحقيقه وتقول لها هادشي اللي عطى الله هذا الامر انا تنتعطى ليه في حالة ما تقبلش او لا ما تقبلاتش مساله انا راه يقدر يتقبل الطرف الاخر يقدر ما يتقبلش الا ما تقبلش تلجؤ للطلاق هذا هو باش تفضيو قليل انا كنت قريت في واحد المجله في واحد البلاد غربيه قلت لها
هذا قليل جدا لانه لقاها تتمارس هذه العاده السريه غربي. في بلاد بوي غربيه احنا عندنا شنو نديرو ما راه بغى ينحرها لا غير شوز دونك لا خاص اون سيرتين ماتوريتي ويكون انا قلت لك الا كان قابض في مراته وتيبغيها وفهمتي مشاركين حوايج وهذا ما غاديش يسهل عليه انه يتخلى عليها بهذه السهوله لهذا السبب غادي يحاول معها غادي يمشي معها عند الطبيب غادي يحاول يفهم شنو السبب ويحاولوا يتغلبوا على هذا المشكل. طيب انتم يعني كمدربين والناس اللي هما يعني مستشارين في العلاقات الزوجيه كيفاش كتعاملوا مع هذا النوع من الحالات يعني الا جاوكم حالات بحال هكا؟ بصراحه احنا باش نكونوا متفقين احنا اوني با دي ثيرابوت ما عندناش احنا العلاج احنا العلاج غير بليكوت بالسمع دونك في هذه الحاله هذه ما تنقضيو والو اونوريونت لي جون اللي تيجينا مثلا عنده مشكل واعي به مثلا راجل تيمارس العاده السريه واعي به ودارو الحال وبغى يتعالج اونوريونت فيغ ان سيكسولوج عندنا من واحد لو ستاف ديال الناس نخدموا معاهم تيمشي لعندو باسكو غادي يخصو دواء غادي يخصو بتاتخ باش ينعس باش يترخى او العكس دونك حنا شنو تنديروا في هذه الحالات تنتصنتوا تنحاولوا نعرفوا ليستوريك ديال هذا الشيء كلشي منين جا شنو سببه دي فوا تيكون اون فرستراسيون من لانفونس تتخلي هذا الولد ملي تيولي مراهق تيتعطل العاده السريه تيكون مقموع من طرف والديه الى رجعنا ليستوريك رجعنا لانفونس القديم تلقاو اسباب من الطفوله كبرت مع هذاك الطفل حتى ولا مراهق حتى ولا ادولت وبقى تيمارس داك العاده السريه دونك حنا ككوتش كيف قلت لك ما تنتصنتو تنعرفوا شنو هو المشكل وفاهمين بان الحل ماشي عندنا اونوريونت هذاك السيد فيغ ان سيكسولوج بدايه العلاج حنا تنتصنتو تنعرفوا بحكم ان السيد الا ما تيجي عندنا الواحد الا من بعد اون بريز دو كونسيونس تيعرف راسو انه عنده شي مشكل في حياته شي مشكل في شي طاب في حياته مع مراته مع وليداته تيلجا لينا دونك ديجا داك لو با لي تيدير سي اون بريز دو كونسيونس بعدا سي تان با فيغ لا غيريزون دونك ملي تيعرف راسو ان المشكل كاين راه ديجا تنقولوا راه الدواء. طيب اللي بغاكم فين يلقاكم؟ عندنا لي كونتاكت ديالنا كاينه انا ومدام بشرى راه عندنا لو ميم سنتر تنخدموا فيه دونك تليفوناتنا موجودين في فيسبوك موجودين فين ما دخلتي غادي تلقينا. نعم. طيب نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو العاده السريه نمشيو للنتائج العاده السريه من بعد الزواج من الراجل ولا المراه شنو كتكون نتائجها؟ نتائج لي كونسيكونس ماشي لي ريزولطا باسكو النتائج بصفه عامه اولا نقول الاضرار ديالها الاضرار فوالا هادشي اللي بغيت نقول لك لي كونسيكونس تيكونوا على العاده السريه الى العاده السريه ما تخدتش اطون صادير هاد ما نسميه مرض اونت كيمي ما لقيت ليه تسميه اخرى الى ما تخدش ادمان نقول ادمان ولا حيت انا بالنسبه ليا لا واخا قلت لك مرض راه يتعالج حيت ماشي كاع الامراض ما تتعالج اذا المريض عزم على انه يعالج نفسه فوالا سي سا دونك الا كان قلت لك الا كان يمكن يتعالج الامور تتكون بسيطه جدا دونك تترجع للمياه المجاريها كيف تنقولوا المراه تتسامح وصافي وتتحسبوا مرض علاش انا قلت لك مرض لحقاش ملي تيجي ان كوبل في هذه الحاله هذه ان كوبل اللي واحد فيهم مدمن على هذه العاده السريه تيكونوا بيان سور الاخر الطرف الاخر تسمع ومتفق على ان الشريك يتعالج مثلا الراجل يتعالج تتكون لي كونسيكونس بسيطه جدا بالعكس تعاود يتقرب منها تتفهموا فهمتي تتقدر ظروفه في حاله ما بغاش يعالج نفسه هذا الرجل انا ديما ترجع الرجل حيت بلو بار دي كا سي دي زون الا ما واعي بالامر ومقابله ومجوج وعجبو حاله والمراه ساكته ما عارفه والو والد ولادو دونك في هذه الحاله يقدر مع المده تولي لي كونسيكونس خطيره جدا كيفاش غتولي خطيره غادي تولي هذيك المراه عنده بحال نوبجي ما مهتمش بها اطلاقا ما عطيهاش حقها لا في الفراش ولا كزوجه ولا كأم دونك افورس دو هو معجبو حالو بداك الممارسه اللي تيدير لا حتى على الدراري دونك تيولي كلشي داكشي كلشي مارجيناليزي تيبقى انا فين تكلمت قبيله على الانانيه منيح في لي كونسيكونس داخل الانانيه تيولي داك الشخص او داك اب الاسره تيولي كاين غير هو وراسو وصافي شي الاخر كلشي هو في كف
وما تبقى في كف اخر. دونك هنا تتولي لي كونسيكونس خايبات تقدر تؤدي للطلاق كاريمون، كل واحد يقدر يقرب. طيب هذه المشاكل هذه ممكن تاثر على الوليدات؟ بطبيعه الحال الطلاق راه تاثروا منه الاولاد، ما تتاثروش منها غير الوالدين، ساشون بيان كو الطلاق تيكون ديفورس بارونتال ماشي باردون ديفورس فلو كوبل كونجوغال ماشي بارونتال. الدراري تيخلطوا بين هادشي اون فوا لي بارون تيتفرقوا وتيمشيو هما مع واحد فيهم، تي بالنسبه ليهم هذاك اللي تعزل عليهم راه مطلقته معاهم هما الوليدات، دونك اوتوماتيكمون تما تضروا من هاد الناس. طيب كيفاش نحمي وليداتنا من هاد المشاكل هذه اللي كتكون بيناتنا؟ وليداتنا الزوج والزوجه ديالو ما خاص نحميهم هنا. قلت لك المشكل انه طلاق على هذا المشكل هذا اللي هو العاده السريه دائما نرجعوا ليه. آه داكور، خاصو بعدا اول حاجه خاص للنقاش اللي غادي يقدر يؤدي للدباز او سبان، دي فوا تيؤدي للسبان او معيور او عمر داك النقاش حاد عمرو ما يكون بوجود الاطفال، خاص عمر الدراري ما يعرفوا. ثاني حاجه بخصوص هذا الموضوع هذا العاده السريه ما غاديش يمكن من غير لا كنحمق ولا حمقه باش 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 يفضح ماماهم او باباهم، غادي يجبد الامر هذا حيت تبقى عيب كمان بالنسبه للدراري وما غاديش يفهموه. شنو غادي يطرى الا ساقوا ليه الخبر؟ غادي يجي الولد او البنت من بعد ما غادي يسمع هذا الموضوع بان هذه المشاكل دايره حول هذه العاده السريه غادي يبغي حتى هو يقول واحد النهار انا خصني نفهم شنو هي العاده السريه، شنو غادي يتكرر الامر، غادي يولي في مشكل واحد اخر تولد على مشكل بسيط اللي كان بامكانه يتعالج غير بين الام والاب. طيب شنو هي الحلول اللي ممكن تعطى لهاد الناس هادو اللي هما مدمنين للعاده السريه؟ العلاج العلاج دائما العلاج يا ما كاينش با دوتغ سوليسيون. العلاج خاصهم يقبلوا يتعالجوا لحقاش كاين دابا كاين دو سورت. دابا وصلنا حنا لواحد جوج ديال الاصناف ديال الناس. هو الصنف الاول هو ناس تيمارسوا هاد العاده السريه واعيين بها وصل الوقت باش يتغلبوا عليها، دونك هادوك هما اللي تيجيو عندنا وباغيين يتعالجوا خاصهم يمشيو يشوفوا ان سيكسولوج متخصص باش يعاونهم باي وجه كان. كاين صنف اخر ديال الناس مدمنين على هذه العاده السريه وماشي هما اللي جاو عندنا، جات عندنا مثلا الزوجه اللي تقول لك راجلي راه فوالا تيمارس العاده السريه شنو غندير ليه؟ ما بامكانها دير هي والو الا ما هواش باسكو هي حصلاتو او سمعاتو او شافتو، دونك ما يمكنلهاش هي دير الخطوه وتجي لعندنا حنا ان طوكو كوتش ولا ميم شي لو سيكسولوج، خاص هو الشخص براسو يجي حيت ما غادي يقدر يدير لها والو. ماشي هي اللي معنيه بالامر، معنيه بالامر خاصو هو اللي خاصو يكون هو اللي خاصو يجي ويتقدم ويقول لك انا عندي ما انا قلت لك مدمن وعافاك عاونوني بحال 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 صافي تقوم داك لي سونتر دو ديزانتوكسيكاسيون تدو لهم لي دروغي تو سا، غادي تمشي غادي يمشي عند الطبيب ولا انا قلت لك سيكسولوك غادي يقول ليه فوالا بغيت هاد القضيه اللي فيا اللي هي خايبه وغادي تخرج لي على حياتي وغتخرج لي على بيتي ولادي وغادي تحيد مني وغادي يعاونو، مي ما كاينش شي حاجه واحده اخرى شي سوليسيون واحده اخرى. نعم. طيب النصيحه اللي نقدموها للازواج اللي كيشوفونا اليوم اللي فيهم هاد العاده بطبيعه الحال اللي فيهم هاد العاده هم هاد العاده واللي ما فيهمش واللي مقبلين على الزواج كلهم باش نضمنوا مجتمع اللي هو سليم. الوغ اللي مقبلين على الزواج وفيهم هاد العاده يعالجوا نفسهم بها يعالجوا نفسهم باش ما يوقعوش شي مشاكل مع الزوجه الا كانت في هاد العاده تعالج نفسها باش ما توقعش مشكل مع راجلها والراجل كذلك. اللي فيهم هاد العاده وهما باقي مجوجين وعندهم بيت واطفال يحاولوا ما امكن يعالجوا نفسهم لحقاش انا قلت لك وكررت راه تترتب عليه امراض لا بالنسبه للرجل ولا بالنسبه للمراه.